نعيش بسنة الهادي، نقص السيرة الغراء، حياة ملؤها ألق وظل وارف الأفياء. تعالوا نقتفي أثر الحبيب الباذل المعطاء، نقتفي أثر الباذل المعطاء. دروس جمة عبر وذكر فاح في الأرجاء، نعيش بسنة الهادي، نقص السيرة الغراء، نقص السيرة الغراء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم من جديد في لقاء متجدد مع قصص نبوية إيمانية رمضانية حياتية يومية عقدية أخلاقية فيها الكمال والجمال والجلال في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا نظهر حبا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فذلك سفاهة وهراء. الحب أول فرضه وصدقه طاعة واتباعه. لذلك ما أجمل أيها الأحبة أن نعلم أن حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع واقتداء واهتداء. كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أيها الأحبة، قصة اليوم في رمضان، وما أجمل حديث في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي كله خيرات وبركات ومنح ربانية إلهية وهدي نبوي. لذلك إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقبى كل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فلكل سكون، فما تدري السكون متى يكون. من أجل ذلك العاقل هو الذي لا يغفل، لا يغدو ويروح في هذه الليالي والأيام دون صلاة، دون صيام، دون قرآن، دون صدقة، دون أن يتقرب إلى الله. يا غاديا في غفلة أو رائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وعجبا منك وأنت مبصرا، كيف تجنبت الطريق الواضحة؟ كيف ترضى بأن تكون خاسرا يوم يفوز من كان رابحا؟ أحبتي، قصة اليوم رمضانية، تعالوا بنا نستمتع بها ونأخذ منها تلك الجواهر والزمرد والياقوت والجمال والجلال. كان أول الصيام يا كرام يا أبناء الكرام قد ضيق وقت الفطر من بعد غروب الشمس إلى قبل صلاة العشاء، فعلى المسلم في تلك الفترة أن يفطر في هذا الوقت. إذا دخل وقت العشاء بدأوا يمسكون إلى غروب شمس ثاني يوم، وهذا فيه مشقة لا شك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جاء عليكم في الدين من حرج. فكان الصحابة إذا دخل يأتون إلى بيوتهم، وجاء أحد الصحابة من الأنصار إلى بيته وكان متعبا، فذهبت زوجته، شوفوا الزوجة صالحة، تأتي له بالإفطار، شوفوا الزوجة تأتي له بفطوره. وما أجمل وما أحلى وما أحسن، وهذا الحمد لله موجود في نسائنا، أن تخدم الزوجة زوجها وتقوم على فطره، فالفطور من يدها والإفطار من يدها، فيه عافية وفيه مودة وفيه محبة. وعلى الزوجة أن يثني عليها، وعلى الزوجة أن تخدم زوجها. الذين يقولون أن ليس على الزوجة أن تخدم زوجها، هؤلاء ما عرفوا حقيقة الزواج، وما عرفوا حقيقة الزوج والزوجة. لأن من متطلبات المعاشرة بالمعروف أن تقوم الزوجة على زوجها وعلى بيتها وعلى خدمته، لأن راعية في بيت زوجها فهي مسؤولة عن هذه الرعية. فاطمة كانت رضي الله عنها وأرضاها تطحن الحب بالرحى بيدها وترضع ولدها، حتى تشققت هذه الأيادي، أيادي من؟ يدي فاطمة بنت رسول الله، سيدة نساء الجنة، سيدة نساء العالمين فاطمة، فمن أهل الجنة. مع ذلك
كانت تخدم علي وتخدم الحسن وحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم أولادها، حتى لما طلبت من النبي خادم ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه أدخل وجد علي وفاطمة على فراشهما يتسجوا ويتغطوا برداء واحد، فقال مكانكما، ثم أدخل قدميه في هذا الكساء أو الغطاء، تقول والله إني لا أجد برد قدميه في صدري، ثم قال لهما صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على ما هو خير من خادم، إذا أتيتما مضجعكما فقولا سبحان الله 33 والحمد لله 33 وكبرا 33 أو 34 فذلكم خير لكم من خادم، أي أن ذكر الله عافية في الأبدان، قوة وصحة وعافية، حتى أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نعم تطمئن القلوب وتقوى الأبدان. الشاهد نعود إلى قصتنا، فهذا الرجل الذي جاء وقت الإفطار، وكان الإفطار بين المغرب والعشاء وقت قليل قصير، ذهبت هذه الزوجة الصالحة لتأتي إليه بالإفطار، فلما وصلت إليه وجدته قد نام وفاته وقت الإفطار ودخل في الصيام، فقالت له خيبك الله نمت قبل الإفطار. هنا حزنا عليه، ما هو سبة لا ولا شتيمة، لا حزنا عليه ورفقا به، وما أجمل الزوجة ترفق بزوجها وحزنت عليه. فقام الرجل الصحابي ثاني يوم إلى العمل، حتى في وسط النهار أغشي عليه، فذهبوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ينتظر الفرج من عند الله، فنزلت آيات وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأتموا الصيام إلى الليل. ففرح الصحابة بهذه الآية، فأصبح وقت الإفطار من الغروب إلى طلوع الفجر، وهذا يدل على قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما أجمل أن نكون فينا من اليسر والسهولة والرفق واللين، إن الله يحب كل هين لين سهل. وكذلك أيها الأحبة، ما أجمل أن نعلم أن الله رحم الأمة بهذا الوقت، حيث أنه أذن لهم أن يفطروا من بين الغروب إلى طلوع الفجر، وهو الرحمن الرحيم، وسبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. فما أجمل أن نقول يا من رحمته وسعت كل شيء ارحمنا، يا من يحب العفو اعفو عنا. والله سبحانه وتعالى من رحمته ذاك الرجل الذي كان لم يعمل خيرا قط، إلا أنه كان يتجاوز عن الناس، فلما وقف بين يديه قال هل عملت خيرا قط؟ قال لا يا رب، إني كنت أقول لعاملي يوم يجمع الدين أو الأموال إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا. قال ادخل الجنة فإن قد تجاوزنا عنك، من رحمته سبحانه وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، كان إذا دخل على مريض يبكي، عندما دخل على سعد بن عبادة بكى صلى الله عليه وسلم، عندما دخل على إبراهيم ابنه بكى، فقال له عثمان أو الصحابة قالوا له تبكي يا رسول الله، عبد الرحمن بن عوف قال له تبكي يا رسول الله، قال إنها رحمة يا عبد الرحمن، إنها رحمة، والراحمون يرحمهم الله. فارحموا أهل البيوت وارحموا الزوجات وارحموا الأبناء حتى يرحمنا الله في هذه الليالي والأيام. يا من رحمة وسعت كل شيء يرحمنا، يا من يحب العفو اعفو عنا، يا أهل التقوى والمغفرة اغفر لنا، يا ستير استرنا ولا تفضحنا، اللهم لا تدع لنا مريضا لا شفيته، مبتلا لا عافيته، ضعيفا إلا قويته، ضالا إلا هديته، فقيرا إلا غنيته، بعيدا إلا قربته. اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا، اجمعنا ولا تفرقنا، يا ودود ويا ودود يا فعال لما تريد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود تفعل ما تريد. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا البيوت والأبناء، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين هداة مهتدين، أصلح عقيدتهم أخلاقهم تعليمهم صحتهم عافيتهم رزقهم مآلهم مستقبلهم يا رب العالمين، ولا ترنا فيهم مكروها. اللهم ارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ولاة أمرنا،
واجعلهم في أمانك وفي ضمانك وفي إحسانك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وقادتنا وقيادتنا وجندنا، من أرادنا وجمعنا واجتماعنا وولاة أمرنا بسوء، اللهم اصرفه عنا واجعل كيده في نحره. اللهم اقبلنا في هذه الأيام ولا تردنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اعتقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من العتقاء من السعداء، واحفظنا من اللأواء والضراء والنكبة، واجعلنا في صحة ونعماء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد. نعيش بسنة الهادي، نقص السيرة الغراء، حياة ملؤها ألق وظل وارف لفيا، تعالوا نقتفي أثر الحبيب الباذل المعطى، باذل المعطى، دروس جمة عبر وذكر فاح في الأرجاء، نعيش بسنة الهادي، نقص السيرة الغراء.